البدايات. هذاك علاش الروزنامه مهمه في مثل بالضبط. هذه البطولات القصيره يكبر ليكار كريم اذا يكبر ليكار ديجا تولي ديموتيفي من الاول. باه نحكيو على منتخب التونسي للاوست الايفان نعيمه من اكثر الصحفيين والصحفيات اللي يتبعوا برشا نعيمه يتبعوا برشا وين كانوا وين مشاو كذا شنو كلاو وقداش ركضوا مادام مبابي قال لك باش نربحوا برشا ونركضوا بالكدا ونركضوا بالكدا نيمار الهمبرجر والبوكير سي با وزار. اليوم استدعينا نعيمه لانه عندنا الايفان وعندنا زاده داتاورو حيز زمني كبير في داتاورو اليوم في الساعة الثانية. دونك منتخبنا في المجموعة الثالثة في كان مصر يواجه منتخب الجامبي نهار 21 فيفري 24 فيفري يواجه منتخب البنين ونواجه زامبيا يوم 26 فيفري. زوزة تراح الأولى 3 متاع العشية وتراح الثاني الثالث 6 متاع العشية بتوقيت تونس. نذكروا انه ثلاثة مجموعات فيهم أربع فرق يترشحوا أصحاب المركزين الأول والثاني أفضل أصحاب أو أفضل صاحبي مركز ثالث. دونك بالتالي مش يكون عنا من بعد ثمانية فرق يلعبوا ربع نهائي يترشحوا نصف نهائي والأربعة بدأ نصف نهائي هم اللي بيشاركوا في المونديال. دونك نحكيوا على منتخب القائمة هاي أمامكم. دونك القائمة متاع المنتخب دونك من النجم الساحلي نلقاو فرج بنجيمة آدم الورتيني رايد الجزائر محمد أمين كشيش هادي جرتيلة من الترجي أمان الله مميش غيث الوهابي محمد عزيز عبيد مالك الماري أمان الله المجاد زين الدين سيسي من الأفريقي مكرم الصغير يوسف سنانة ياسين دريدي ضياء الدين الشيحي آدم قرب السيساس محمود غربال بركات الحميدي بنقردان محمد بشير العباسي الأولمبي البيجي محمد وائل الدربالي ملعب التونسي علي سعود أولمبيك نيم علي السعودي علي السعودي ريان نصراوي من أولمبيك نيم سانتيتيان جبريل عثمان أولمبيك ليون شيم جبالي محمد الضاوي كريستو من الأهلي المصري برايتون الإنجليزي سامي أوليفي شوشان. دونك هذه قائمة المنتخب الوطني التونسي. كيف كيف أنيس عندنا تابلو كومباراتيف في منتخبات غامبيا وزامبيا. بون البنين ماهيش موجود على الانستات مالوريزمون. دونك شنو نجمو نعرفوا على منافسي المنتخب الوطني التونسي ثم نرجعوا نحكيوا على قائمه المنتخب وحظوظ المنتخب. بون اول حاجه الكلوب افريكان اضافت الهدف الثاني توا كريم ثبتوا لنا السيره. لا لا كريم نحاهم بك. لا لا توا هدف فللت انا فلل الهدف الثاني في الدقيقه ديجا شوف لنا خو كريم خد خو كريم مركز معنا 91 دقيقه 91 بون شوف اذا نشوفوا التابلو نتاع الاستاد نشوفوا تقريبا فما نقاط تختلف بين المنتخب التونسي والافارقه. نحكيوا على سورتو على لي دويال بالنسبه للافارقه. نحكي على المنتخب الغامبي ولا المنتخب الزامبي جو برون بار اكزومبل البنين ما نتخيس بعد عليهم زاده بالضبط في لي دويال. نشوفوا مثلا المنتخب التونسي اون بوين اون موين بار ماتش عنده 160 بار كونتر شوف لا ديفيرونس ما بين وما بين المنتخب الغامبي 227 فوالا. دونك والمنتخب الزامبي خير ديجا من المنتخب التونسي 186. علاش حكيت على البارامتر هذيا المهم برشا لانه كي تفرجت مع المنتخب التونسي مع السنغال مع المنتخب السنغالي تعادلنا ثم هزمنا 2-1 هزمنا في المقابله الثانيه شفت اللي المنتخب التونسي يلعب برشا ويشد برشا كوره. بار كونتر المنتخب السنغالي يلعب الهدف الثالث للنادي الافريقي فوالا يلعب على بريمير انتونسيون معناتها اون دو توش دو بال وكره تخرج نظيفه. بار كونتر لاعبين منتخبنا برشا شادين كوره برشا دي دريبل زايدين وحتى كي نرجع توا لي دريبل نتاعنا نشوف لي دريبل نتاعنا خير اما هما اونوتيل معناتها يجيك في الميليو تيران ويعمل لك دي دريبل معناتها تجم تدريب الملاعبي وبعد يرجع له يقول له سامحني نحب نعاود ندريبل بيك. دونك هذه التكوين هذايا هو اللي ممكن مسيطر على افكار الملاعبيه لانه نجم نكونوا بلوز افيكاس كي نعمل لي دريبل انا في 16 متر سيكونت ونجيب ان بينالتي ولا كفران قريبه من 16 متر سيكونت. اذا نشوف كيف كيف لي دويال ايريان دونك يتغلبوا علينا في لي دويال ايريان اون موين بار ماتش. تونس المنتخب التونسي عنده 20 شوف المنتخب الغامبي عنده 71 كريم دونك لا ديفيرونس سي انورم. كيف كيف المنتخب
زامبي الزامبي 54 مش بعيد برشا على المنتخب الغامبي. دونك شوف فما حاجتين مهمين علاش قلت لك الفو ايفيتي لي دويل الفو ايفيتي لي كونتاكت مع الافارقه تلعب اون دو توش دو بال الفو ايفيتي الكره العاليه حسب ما شفتو بيان سور كان هذا ميخو في 70 وفي 50 كره في الماتش تاخذ ميم با في 20 فوالا ميم حتى لي كومبينيزون ولا لي بالاريتي تنجم تخدم سو فورم دو كومبينيزون بار دو ولا بار تروا او بروميي بوتو دوزيام بوتو اون ريتري فما برشا حوايج ا دو بالضبط. دونك فما برشا دي كومبينيزون. دونك نرجع بالنسبه لدريب نرجع لك لدريب الكريم احنا نعملوا في برشا دي دريبل. شوف علاش حكيت لك على البارامتر هذا نعملوا في 45 دريبل اون موين بار ماتش. بار كونتر المنتخب الغامبي ولا المنتخب الزامبي يعملوا في 12 و27. مش معناتها نعملوا احنا في لي دريبل شوف نعملوا في برشا دي دريبل اوني با افيكاس خاطر لي دريبل نعملوا فيهم في دي زون ماهوماش دونجوروز. بار كونتر هما حتى كي يعملوا دي دريبل يعملوهم. شفت الملاعبي فرشت عليه ديالو دياب اللاعب السنغالي امبارح رقم 10 كيما ساديو ماني هذا اللي قالوا النوفو حتى الشبه يا دكتور قريب حتى الشبه قريب له. دونك الملاعبي هذايا كي شفتو يعمل لي دريبل يعرف يعملهم في 16 متر سيكونت يعملهم قراب للكاج قراب للكاج نتاع الجزائر. السنغال قاعده تخدم في خدمه كبيره برشا راه شوف فما ملاعبي فما ملاعبي شان وكانوا محتل الافريقيا فما ملاعبي كره القدم الشاطئيه فما ملاعبي العب في الشان الدكتور نزيد خذيت ثلاثة منهم بالضبط ميتس توا لامين كاميرا هذايا لعب في الشان نيميرو 5 مع ضد الجزائر فرشت عليه وكنت معناتها كنت من الملاعبيه اللي جلبوا الانتباه نتاعي. ديجا امبارح يلعب في التشكيله ضد المنتخب التونسي ومش يلعب في الايفان ديجا انضم بعد الشان الى فريق ميتس. ثاني كومبيتيسيون تربحها السنغال بضربات جزاء في الشان بيان سور كومبيتيسيون افريكان الاولانيه راحت مصر في الشان في الكان ولا عندها سوف الكبير دونك تربح بنتي. وحاجه اخرى كريم السونتر دو فورماسيون هذه سيرتو جينيراسيون فوت هذايا قاعد يخدم في خدمه كبيره وقاعد يكون في مواهب ودي جوار طالونتيو. نهايه مباراه النادي الافريقي 3-0 على مكارون المهديه دوبلي للعبيدي حمدي والوذرفي هو اللي سجل الهدف الثاني مهدي الوذرفي رتور فانا جراند بورت عنده 4 سنين وقتها 5 سنين مهدي من 2017 3 مقابل 0 مهدي الفريقي سجل الهدف الثاني هي سجل الهدف الثاني دقيقة 90+1 90+3 العبيدي هو اللي يضيف الهدف الثالث بعد ما كان سجل الهدف الاول العبيدي في الدقيقة الخامسة. الاستاتيستيك نتاع الماتش بعثتهم لكنيس بعد نحكيو في الماتش هذايا اول الساعة الثانية. نكملوا مع المنتخبات بسرعة لأنه مش نحكيو توا على منتخبنا. دونك كيف ما قلت لك بو ريزومي كريم المنتخبات الافريقية كي تحب تلعب معاهم أول حاجة ما يلزمكش تدخل معاهم برشا في لي دويل تلعب مينيموم دو توش دو بال دو تروا توش دو بال لو ديماركاج لو موفمون لو بروفوندور تي شيرش لو بروفوندور تخدم برشا على لي كولوار حاول لو ماكسيموم تي ايفيت لي دويل لانهم اصح من معناتها الافارقه في حتى في المورفولوجي وفي التكوين الاتليتيك نتاعهم. دونك سون بلو فور كو التوانسه وميم حتى العرب باقي العرب. دونك منتخبنا عنده ان تري بون جينيراسيون فيها برشا ملاعبيه دو كاليتي. اذا نحكيو على الدربالي لعب الاولمبي البيجي اللي عنده تكوين في تولوز في فرنسا نحكيو على قرب نحكيو على عبيد لعب الترجي كريستو لعب الاهلي المصري مع اللاعبين اللي وقع مع استقطاب من الدوريات الفرنسيه كيف ما جبريل عثمان اللي جلب انتباهي هو سامي شوشان الملاعب هذايا لعب برايتون لعب في الوسط في المقابله نتاع فما شيء مجبالي زاده شيء مجبالي لعب ليون بالضبط. دونك فما بنجيما غربال الحقيقه غربال فما الحميدي فما جرتيلا لعب النجم رادي الساحلي. دونك فما مجموعه الحقيقه مجموعه طيبه ومجموعه ممتازه وهذوما لو فروي نتاع الملعب الانتداب. سفيان بودوار يقول لك تحكيو على اكاديمي جينيراسيون فوت بتاع السنغال اكاديمية بارادو في الجزائر الى حد الان في تونس مازال ما فماش اكاديميات بمثل هذا المستوى. هذا موضوع كبير راهو سؤال مهم. يلزمنا الحلقه نتاع الساعتين للحكايه هذه خاطر بالحق لو كان نجبدوا موضوع الاكاديميات في تونس تحس انه معناتها ميزاب نتاع فلوس اكثر منه ميزاب نتاع ملاعبيه يلزموا يتقنن لانه توا الوالدين قاعدين يهزوا في الاكاديميه ترى وماناش ضد الاكاديميه ترى اما اذا كان انا نهز ولدي الاكاديميه راه 90% من الاولياء كيما نصرف عليه انا ولي ونعطي فلوس نهار اللي نحب نهز ولدي راه فقط معناتها يمارس الرياضه ني بلوس ني موا خاطر قبل كنا احنا نكوروا في البطاحي كنا صغار
وصغارنا تو معاش تم بطاحي دونك اوتوماتيكمون وصبح نحكيو فيه في ثنيه انا وانيسه قال لنا ولدي عمره 11 عام تو نهزو يكور مش نحبو يولي كوارجي برشا مولعين ولكن فقط باش يمارس الرياضه لانه قبل انا كنت كور في البطحه تو معاش تم بطاحي فما ني بليس ني مو اي فما 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 اكاديميتك هيك تهز ولدك معناها باش يمارس الرياضه ما تحبوش مثلا يذيع ما تحبوش يمشي الاشياء اللي ما تحبوش يوصل لها لكن زيد الاكاديميات اللي كي تحكي عليها انت جينيراسيون فوت وبارادو نحن ما عندناش في تونس معناها اذا كان نحن ناخذ المنوال نتاع بارادو وجينيراسيون فوت نجمو نلقاو برشا حاجات اللي نحكيو عليهم من قبل الجوارات نتاع البطاحي لو ستيل لو ميم ستيل لكن مقنن لكن موظف لكن فيه ناس اكاديميه تاخذه هو خام وتعرف شنو معناها نتاع ناس تحب تولي كورجيه من بعد شركات نعيمة شركات هذه شركات مقنن شركات وتصبر شركات وتصبر معناتها تصبر برشا فلوس ما تنجم تصور فلوس كان بعد 4-5 سنين لين تبدا تبيع سامحني سي كريم هذاك الانفستيسمون ا مويان اي لون تيرم انا هاني اليوم نسمع المره اللي فاتت في انترفيو للبريزيدون تاع بارادو قال لك كي جينا من الاول حطينا واحد اكاديميه محمد سيرس كذلك محمد سيرس قال لك حطينا 1.6 مليون يورو ما كان عندنا حتى ادنى فيزيبيليتي اسكو هذو مجموعه اللي خذيناهم هما كل 4-5 سنين يختاروا اون ترونتين دو جون كل 4-5 سنين في بارادو شي يمشيو عندهم كشافه الكشافين نتاعهم يمشيو يدوروا براتيكمون على الجزائر كل اي ما عندهم مدير فني فرنساوي اي عندهم مدير فني فرنساوي اللي كان في ليتوال داير نسيت اسمه لله الله محمد رسول الله اسمه طرطوش الثاني حاسيلو بريف يختاروا اون ترونتين اون كارونتين دو جون اللي راهو فيهم لي بروفيل وهما من بعد حطوهم في القالب وهم من بعد فهمتني ولا يعملوا لا فورماسيون معناها اكاديميك لا فورماسيون تكنيك لا فورماسيون تكتيك جوسكا اسكو على لاج دو 17 ans 18 ans يبدا حاضر حاجه اخرى نزيدها لك بالله دكتور نحب نعطي معلومه باش نعطيك باش نخليك تكمل راهو في بارادو وقت يجيبوا تلامذه ولا وليدات الصغار راهم يقريوهم بيان سور ويوكلوهم يشربوهم يعني قلت لك معناتها يعني قلت لك حط كل شيء كون اكاديمي مش كاين يرانيهم معناتها يرانيه ويقريه قال لك ما تحقش تمشي المدرسه لا غادي ثم المدرسه وثم ليكول وثم البريفي وثم الفرونس قال حاطين 1.6 مليون دورو ويقريهم كومينيكاسيون في الجينيراسيون الاولى وما نعرفش روحي شنو باش يطلع منها هو راه الى ميزي ما يعرفش شنو الفيزيبيليتي نتاعو لكن نجح جوست كلمه الاخرانيه كلمه عجبتني برشا سمعتها